الشرطي الصغير مبادرة أطلقتها الشرطة المجتمعية في مديرية شرطة مأدبة قبل نحو 3 سنوات بهدف تعميق مفاهيم المواطنة الصالحة لدى طلبة المدارس ورفضهم بالعلم والمعرفة لتحصينهم ضد الجريمة والتطرف والفكر المنحرف وآفة المخدرات. وخلال فعالية أقامتها بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، أشارت الشرطة المجتمعية في المحافظة إلى دور المبادرة في حماية الأطفال وتوجيه أسرهم. كان هناك نتائج يعني حقيقة كبيرة لهذه المبادرة، والتي حقيقة تبدأ من الطفل الصغير عندنا في المدارس وتنتهي بذويه وأهله، وانعكست حقيقة على الشارع المحلي في محافظة مأدبة، واللي نأمل حقيقة أن يكون عندنا اهتمام كبير من أولياء الأمور في إنجاح هذه حقيقة المهمة.